السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابني انت وهو اللي بيتفرجوا؟ حلقة جديدة من آخر 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 النهار ويمكن آخر العمر. حلقة بتاريخ يوم الاثنين 15 يوليو 2050 من الميلاد. أنا في ستة شايلني عشان يجي الاستوديو النهاردة أقدم لكم الحلقة دي. هديكوا عصارة الخبرة وبهاريز الحكمة وكلاوي الإعلام، وهقول لكم كلام فيه 80 سنة مشوار حياة. تخيلوا معايا كده لو دي حلقة بجد، وتخيلوا لو ده شكلي بجد. طبعا مش هيدخلوني بره من المدينة أساسا، مش هطلع بره. تخيلوا لو انا بقول لكم اخبار يوم 15 يوليو 2050، تخيلوا معايا ممكن تكون ايه الاخبار اللي انا بقولها لكم وانا في السن ده وفي الشكل ده وبالتجاعيد وبالتقطيع اللي اتجنن دي. انا متخيل الاخبار هتبقى غير الاخبار. ممكن واحنا بنتكلم زي ما في كاس الامم دلوقتي، ممكن اطلع اقول لكم ان مصر وصلت مع البرازيل لنهائي كاس العالم اللي هيتلعب في دولة كوبيسوسو في سنة 2050، وإن هنا بوريدا وشوبير وسيف زاهر وبتاع بيتمنوا التوفيق للمنتخب المصري وهم أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، وإنه عشان أغيظ أنس بس، أنس زميلي المخرج، الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش ويتهم الحكم إبراهيم حسين جهاد جريشة حفيد جهاد جريشة بإنه ظلم وما حسبلوش ضربة جزاء، وأنس يطلع يقول لي بره انه 15 بطولة دوري حلال احسن من 72 دوري حرام. مع الاحترام طبعا لجماهير الزمالك ونادي الزمالك، بس ده يعني التوابل دايما والمشاكسة اللي ما بين الاهلوية والزملكاوية. وسبحان الله الناس مش عارف ليه خلاص بقى كفاية بقى كفاية، مع انه النبي امر 80 في الامر ربيع العمر، بس امر التجاعيد فكت والوش فكت والاكيد ان كل واحد في سنه هو احلى شكل ليه. خلقت ربنا الحمد لله دايما حلوه، رغم ان اللعبه دي او الاب ده اللي موجود على الانترنت في ناس كتير متضايقه منه وشايفه يقول لك ايه ده مش عارف ايه وخطر واللي بيحصل وبتاع. الحقيقه انا مش معاهم قوي. انا اي حاجه مش مضره خلي الناس تنبسط، اي حاجه ما فيهاش ضرر خلي الناس تنبسط وتتسلى، وايه المشكله ان احنا نضحك ونضحك الناس. يعني فكره البهجه وفكره البسمه وفكره الضحكه وفكره التفاؤل وفكره دي افكار حلوه جدا، ويا ريت تشيع في الحياه. واي لعبه اي مشروع اي اختراع اي نكته اي حكايه اي قصه هتهدف في النهايه الى الناس تنبسط، ويبقى ما في بدل النكد والشتيمه والخناق يبقى فيه هزار ونكت وافيهات وناس بتحب بعضها بالحكايه دي، انا معاها جدا جدا. عشان كده انا واحد من اللي عجبهم جدا اللي اسمه الفيس اب ده، اللي هو تعال شوف صورتك بعد التمانين او لما يكون عندك 80 سنة او بعد 30-40 سنة من دلوقتي لو انت سنك في الاربعينات خمسينات يعني. والناس انبسطت وبتضحك وبتتريق وعاملين تبعت لنفسها صور ويلعبوا في الصور يقولك بص انا منظرك كده، انا هبقى اصبى منك، انا هبقى احلى منك. طبعا اقل ناس فرحوا بالاب ده طبيعي الستات اساسا اللي عندها 30 سنه ما بتقولش ان عندها 30 سنه، فما بالك بقى ست بايديها الطاهره تعمل اب تطلع نفسها وهي عندها 80 سنه، ده تقطع ايديها قبل ما تلعب اللعبه دي. لكن في النهايه هي لعبه ولطيفه، وعايز اقول لكم مكتسحه مصر والعالم كله دلوقتي، وكله بيلعب اللعبه وعمال يبعت لبعض الصور، والولاد الصغيرين والناس الكبار يقول لك ابعت لي والنبي بتقول على الاب ده عشان احط عليه صور بنتي ولا حفيدي ولا امي ولا ابويا ولا كذا. هي حلوه ويجب ان كل واحد يستمتع بالسن اللي هو فيه، لان كل سن وله جماله وكل سن وله نضارته حتى لو انت في السبعين. وانا متفق تماما لانه اتعلمت ده من ناس كبار جدا سبقوني وعلموني الحكايه دي، انه الشباب شباب القلب. في ناس عندها 70 و80 سنة وتحس انها بصحتها وبشبابها ونضارتها وتجددها وتمسكها بالحياه اكتر من شباب عنده 20 سنة و30 سنة ممكن تلاقيه مكتئب ويائس وبتاع يقول لك يا انا مش عايز اعيش. فالقصة هنا محلها القلب، وهنا طبعا هنا وهنا القلب والعقل دول هما فرسي الرهان طول الوقت اللي بيقودوا الانسان. اللي قلبه بينبض
وعقله بيفكر، انا في رايي انه مش هيتوه في الحياه. اما اللي قلبه للاسف وعقله مديله اجازه، تيهوا في الارض بقى سنوات كثيره جدا. طبعا الناس مش